اهلا بكم يا شباب، خلاص قربنا نخلص مجموعة الوثائق اللي في كتاب برافو، وثائق امتحانات البوكلت الموجودة فيه، وهناخد النهاردة الوثيقتين الاخيرتين من هذا الكتاب. هو لا ف... وهناخد النهاردة اخر 4 وثائق موجودين في الامتحانات دي. طبعا زي ما احنا متعودين كل فيديو هيبقى فيه وثيقة واحدة. لو جورناليست الصحفي بونجور صباح الخير، جو فودري فو بوزي، اريد ان اطرح عليكم كلك كيستيون، بعض الاسئله سور لي كوميرس، عن التجاره، كو اون بو تروفي دون لو فيلاج، عن التجاره التي يمكن ان نجدها في القريه. لا فام ان، يعني المراه رقم واحد بتقول ايه، ايسي اليا اون بوشري، يعني هنا في محل جزاره. ماشي، دي حاجة من أنواع التجارة. طب لو جورناليست بيقول إيه، فو فيت دي كورس دون لو فيلاج، وأنتوا بتتسوقوا، فيت دي كورس يعني بتتسوقوا من أو في القرية. الست قالت نو جامي جو بريفير ألي أو سوبر مارشي، لا أبدا أنا بفضل الذهاب إلى السوبر ماركت، سي بلو براتيك، وده إيه عملي أكتر. لا أون تروف سو كو أون فو، وهناك لا يعني هناك نستطيع أن نجد ما الذي نريده. الجورناليست قال إيفو مسيو، وحضرتك يا أستاذ. راح الرجل قال له لوم، يعني الرجل قال له إيه بقى، جاشيت دو لا فيوند شي لو بوشير، يعني أنا بشتري لحمة من الجزار، إي جيم أشتي مي ليجوم، وبحب أشتري الخضار بتاعي أو مارشي، من أو في السوق. parce que il y a beaucoup de choix، لأن يوجد كثير من الاختيارات. et c'est frais، وهذا طازج. ايه هو اللي طازج؟ اللي هي الخضروات، خلي بالك. وايه كثير من الاختيارات؟ يعني اختيارات ان انا اشتري من اماكن كتير داخل السوق. تمام، لو جورناليست بيقول اي فو مدام، وانت يا سيدتي. راحت لافام اتنين، يعني الست التانية بقى، قالت ايه، ايسي il n'y a pas de boulangerie، يعني هنا لا يوجد محل سوري مخابز يعني. alors on ne mange pas de croissant frais، واحنا كده مش بناكل كرواسون طازه. j'habite à 2 minutes de la place du village، انا ساكنه على بعد دقيقتين من ميدان القريه. où on trouve un fleuriste، حيث نجد، où on trouve، حيث نجد، نجد بائع ورود، اون بنك، وبنلاقي بنك برضو، اون ايبيسري، ومحل بقالة، اي تي سي يعني اتسترا يعني الى اخره. تمام، اول ما تشوف دي تعرف اسمها الاخ، الاخ يعني الى اخره. طيب لو جورناليست قال ميرسي مسيو اي دام، يعني شكرا يا سيدي وسيدتي. تعال ناخد الأسئلة. لو جورناليست بوز دي كيستيون، بيطرح أسئلة، الراجل الصحفي بيطرح أسئلة على مين؟ نساء فقط ولا رجل فقط ولا رجلين ولا دو فام إتانوم، مرأتين ورجل، هي مرأتين ورجل. La première femme préfère aller au supermarché parce que c'est plus ايه pratique، عملي اكتر. يعني الست الاولانيه بتفضل الذهاب الى السوبر ماركت لان هذا عملي اكثر. ليه عملي اكثر؟ لانها بتستطيع ان تشتري كل ما تريده من هناك. فين هي الحته دي؟ اهي جت هنا، شوفوا كده يا شباب، اهي لا هناك اون تروف سو كو اون فو، نشتري ما نريده. السؤال الثالث، لا دوزيام فام، دوزيام المرأة الثانية، نتخوف با، لا تجد، لا تجد ايه، بولانجيري، مخابز. ايوة فعلا لا تجد مخابز، ما فيش مخبز، عشان كده مش بتاكل كرواسون طازة. السؤال الرابع، لوم بريفير الي فير ليز اشا، الرجل بيفضل الذهاب لعمل المشتريات. منين يا ترى؟ هقول لك منين، من المارشي، من السوق، او مارشي، مش السوبر مارشي يعني، لا المارشي. عرفت منين؟ روح كده للرجل هنا هتلاقيه بيقول لك ايه، او مارشي،
او مارشي من السوق. طيب ارجع للسؤال الخامس. On peut acheter نقط sur la place du village. من ينفع اننا نشتري ايه من ميدان القرية؟ كرواسون فري؟ لا طبعا، لانه اساسا مش موجود مخابز. طب دي فلور ورود؟ اه فعلا. ليه بقى؟ اشمعنى ورود؟ لان في ميدان القرية يوجد بائع الورود اهو الفلوريست، فنستطيع اننا نشتري دي فلور. السؤال الاخير. او مارشي في السوق بيحصل ايه بقى؟ اون شوازي ليبرومون، بنختار بحريه، ولا لي لوجوم نو سون با فري، الخضار مش طازه؟ لا طبعا دي غلط. ان يا با دو شوا، مفيش اختيار؟ لا طبعا دي غلط. اون تروف ريان، ما بنلاقيش حاجه، برضه دي غلط. يبقى الاولانيه هي صح، اون شوازي ليبرومون، نختار بحريه. ليبرومون بحريه. طب جت ازاي دي؟ عرفتها منين؟ تعال اجيبها لك من الوثيقه. لما الراجل بيقول ايه هنا في الوثيقه؟ انا بروح السوق بارسكو، لان إليا بوكو دو شوا، يوجد كثير من الاختيارات. طالما في كثير من الاختيارات، يعني لو ما عجبنيش البائع ده اشتري من البائع التاني، لو ما عجبتنيش البضاعه دي اشتري من البضاعه التانيه، طالما في كثير من الاختيارات اذا في حريه. تمام؟ اذا اون شوازي ليبرومون، نختار بحريه الـ الحاجات اللي احنا بنتسوقها من السوق. تمام يا شباب؟ خلصنا كده الوثيقه الاولى. يلا بسرعه هنتقل للفيديو اللي بعده.